يطولها وتبقى رمي التماس لصالح الاخوة. الشوط الثاني ضعيف. الشوط الثاني مش حلو. الشوط الثاني حتى لو ما فيهوش متعه ما فيهوش اصرار. ثاني هجمه للافريقي توصل لحسين ياسر اللي نازل يؤدي الواجب الدفاعي كالعاده. الكره الطويله في محطتين دلوقتي في الزمالك، ابو كنيه واحمد جعفر. وسط احمد جعفر، خلص يا احمد يا جعفر، حط لابو كنيه، الدفاع مفتوح، الدفاع مفتوح. شيكابالا خلص، شيكابالا انهي، شيكابالا خلص المباراه يا راجل، مفيش اسهل من كده. مش محتاجه تتحط من فريق ابدا يا شيكابالا، محتاجه تسديده مره واحده يحييها من جديد حازم امام، لكن ياخدها تاني. دفاع فريق الافريقي وجوهير الزوادي عجبني، عامل مباراه رائعه دفاعيا وهجوميا. ادي شيكابالا بيقلب نفسه، عمال يفكر، طب كنت شطها، طب كنت رقصته، طب كنت حطيتها من فوقه. وعمر جابر بحماسه الجدائيه انقذ هجمه اكيده. بصوا حضراتكم، بصوا المساحه قد ايه. وابو كنيه الحقيقه تسلم يا ابني على طول. شيكابالا محتاجه مهاره، عدد مدافعين كبير جدا جوه المنطقه، كان ممكن يتاخد مره واحده، كان ممكن يرقص، كان ممكن يشوط، كان ممكن يحطها لوب احسن من كده شويه، لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لسه جايات اكتر من رايحات، ادي الفرصه من جديد وكاننا بتمرين. استلم شيكابالا ولا احلى، لكن تالق المره دي عادل النفسي وانقذ هدف مؤكد كاد ان يضيف الزمالك وكاد ان يصعد به الى دور ال 16. لسه الاماني ممكنه، لسه الاماني ممكنه. شيكابالا ارجوك لا تغضب، ارجوك لا تندم، تفضل يا صديقي العزيز والعب كرة قدم جميلة لتسجل أهدافا رائعة ليصعد الزمالك للدور الثاني. ما زال في المباراة بقية وما زالت الأماني ممكنة والهدف قادم لا محالة إذا ركز الزمالك وإذا لعب بإصرار وإذا لعب بعناد وإذا صمم على الفوز قادر على تحقيقه فريق الزمالك. آدي عادل النفذ الحقيقة تحسب له بشدة اللعبة دي، بس لها سهل الحقيقة من شيكابالا، ما تلعبتش لب كويس، لكن الحارس كان في الوقت في الزمان المناسب. ارجوك يا عمرو يا صفتي خف شويه الفاولات هنا لان ده سلاح فريق الافريقي. التوانسه اهلا وسهلا بهم في الملعب في المدرجات، هم اجمل في المدرجات من الملعب. والضربه الحره المباشره لمهدي مرياح هيلعبها على طول مره واحده جوه المنطقه، يلعبها تخبط توصل تطول مره ثانيه توصل تونسيه، المره دي هتكون مصريه، اما رمي التماس او هجمه مرتده زملكاويه تخرج الى رمي التماس زملكاويه. اسرع يا عبد الشافي. تاني اتلعبت. حسام حسن مغير مكانه المره دي على دكه البدلاء، كان بيقف على طول مكان هنا فيصل يعقوبي. ادي الخطا، والله ابو كنيه نازل مش وحش، مش وحش، بعيد عن الملاعب بقاله فتره. عمرو الصفي، ابراهيم صلاح، عبد الشافي، شفناش هجماته، شفناش عرضياته. سبحان الله، العرضية الوحيدة اللي لعبها الزمالك جت جول. العرضية الوحيدة اللي لعبها نادي الزمالك من حازم امام جاب منها حسين ياسر جول. بعد كده مفيش ولا عرضية. ابراهيم صلاح دوره بارز، دوره ملموس في الملعب. عبد الشافي فات حسين ياسر، كمل حسين ياسر، شوط يا حسين ياسر، هدف يا حسين ياسر بجوار القائم، تبقى ضربة مرمى للافريقي. 15 دقيقة على نهاية اللقاء. والزمالك بدأ يبقى أفضل. هو الزمالك أخطر، لكنه الخطوره دي مش مترجمه على المرمى باستثناء كره شيكابالا اللي انقذها النفذي. وادي تسديده من حسين ياسر، لو ظبطت والله قد زغرطت في الشباك، لكن الزمالك عليه انه يهاجم، عليه انه يقلل عدد مدافعيه شويه، عليه انه يزود الكثافه الهجوميه شويه. بيلعب دلوقتي براسين حربه احمد جعفر ومعاهم ابو كنيه، وبيلعب تحتهم شيكابالا وحسين ياسر محمدي، يعني بيلعب تقريبا باربعه مهاجمين ثابتين في محاوله لحسام حسن لاستغلال النقص العددي من الدقيقه 15 لفريق الافريقي. ادي عمرو السبت الصفي، وادي الصفاره على طول من الحكم، وادي الضربه الحره الغير مباشره او المباشره على الافريقي التونسي اللي بيحاول جاهدا ان يكون مع الزمالك في اللقاء من الجانب الهجومي، خصوصا انه بيلعب اقل لعيب من 15 دقيقه تقريبا، من الدقيقه 60 بالظبط، يعني بقاله 16 دقيقه. ادي وسام اتقطعت من ابراهيم صلاح، تحس ان ليه دور في الملعب ابراهيم صلاح، تحس انه مؤثر في الملعب. طويله المره دي على الجنب، اخيرا اتلعبت على الجنب، اخيرا كره اتلعبت على الجنب. بعد كده بقت رمي التماس للزمالك، هتستمر الهجمه، يستمر الضغط، لكن الكره الطويله مش كل وقت، مش كل وقت. تاني راح عمر يلعبها، هات وخد، ترجع تاني في الشمال
عند فتح الله، كان لازم من زمان فتح الله يزيد وعبد الشافي يزيد. وادي العرضيه تعدي من الجميع لم يتوقعها، لو توقعها جعفر والمهاجم القناص لازم يكون واقف ومركز وشايف متوقع خطا المنافس. هو بص حضراتكم اهو تيجي شويه رايح شويه، لو من الاول مكمل وجاري على انه ممكن يغلط كان مقرب لها، كان لازم هو ياخد الخطوتين من بدري وما يقعش في مسارات التسلل، لكنها برضه طبت في الارض ومشت بسرعه وتضيع شبه فرصه على نادي الزمالك. لكن العرضيات موجوده، يبقى في خطوره. دي اول عرضيه من محمد عبد الشافي طوال اللقاء. طويله تاني. الحكم ليس على مستوى اللقاء، حاضر اقول كده الحقيقه. ابراهيم صلاح يحصل على انذار من الحكم الجزائري بشاري محمد في الدقيقة 78، ضربة حرة مباشرة ممكن يفاجئنا مرة ثانية وسام انه يشوطها، يعني لا تستحق انذارها خالص الحقيقة. ثاني تسديدة من اخر الدنيا زهير الزوادي، المرة دي تبقى ضربة مرمى. 78 دقيقة اعزائي مشاهدي مودرن الكرة في كل مكان، الزمالك يحاول نرجو ان يقترب في احراز الهدف الثالث، هدف الصعود، هدف التأهل. والافريقي يجاهد من الناحية الدفاعية والزمالك اقرب بشدة، شوية تركيز بس، شوية تركيز. حلوة من ابو كونيه، احسن لعبد الشافي، لعبت على طول لابراهيم صلاح. تغييرين مهمين عملهم حسام حسن الحقيقه، تغييرين مؤثرين. حازم امام قال جهده لكن موجود، حازم سهل يعدي وسهل يرفع، استنى بس كره تحت رجله كتير، خدها الزوادي تطول اطول من اللازم وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. زهير الزوادي هو افضل لاعب الزمالك، افضل لاعب الافريقي، خصوصا في مباراه الاياب. توتر واضح على الجهاز الفني للزمالك، البحث عن هدف بقى عنوان العشر دقائق او الحداشر دقيقة اللي باقيين، البحث عن هدف ده شعار نادي الزمالك. بيلعب امام فريق ناقص من الدقيقة 15 من الشوط الثاني، الدقيقة 60 من اللقاء، بيلعب ب10 لاعبين. عمل حسام التغييرات، زود عدد المهاجمين، نزل ابو كونيه بجوار احمد جعفر، زود شيكابالا مع حسين ياسر، ابراهيم صلاح يلعبها على طول تتحط مره ثانيه، شيكابالا التمريره مفيش تسلل لكن في عادل النفسي. لو شيكابالا، وانا عارف ان شيكابالا هياخد باله زي ما انا واخد بالي، عادل النفسي بيلعب على التوقع وبالتالي ممكن شيكابالا يفاجئنا كلنا، يحطها له لوب يخلص لنا الليله دي، الليله الصعبه دي. كان تسلل لكنه حسن من موقفه، عدل من موقفه وما بقاش تسلل. بص لحضراتكم الحارس فين؟ الشوط الثاني افضل بكثير عادل النفسي من الشوط الاول. ضربه حره غير مباشره على فريق الافريقي. بناخد كده احنا بالشبه، يعني بناخد قرارات الحكم، لمسه يد بالشبه، تغيير بالشبه، تسلل بالشبه. الحقيقه يعني طويله من عبد الواحد، طويله ثاني خطيره، لكن السويسي احسن مدافعي الافريقي. وادي الحماس من عبد الشافي، دخلنا في العشر دقائق الاخيره، ياخد على طول حسين ياسر، ابراهيم صلاح. التغيير ده كان يبقى بدري شويه، توصل مره ثانيه ليه عمر جابر، مقطوعه، هجمه مرتده تحمل طابع الخطوره لايديشان، هيسدد، لو سدد تبقى خلصت، ولا هنا ولا هنا ولا فيها ادنى شيء ولا فيها ادنى مشكله. ياخد على طول محمود فتح الله، يلعب الطويله كالمعتاد ما بين ابو كنيه وياسر محمدي واحمد جعفر. هيلحق ياسر، مهارته تسمح له، بيحاول ياخد فاول واداله الفاول بالفعل بشاري الجزائري، حكم الطيب محمد بشاري، حكم ذوق الحقيقه ومجامل الراجل، من العيار الثقيل، في شد وجذب، في حكام بيسيبوا الحاجات دي. توصل على طول عرضيه خطيره جدا، خطيره جدا، هتروح لشيكابالا، هيلم شيكابالا، هيعدي شيكابالا، يرفع شيكابالا، الجون الثالث. لكن النفس في التوقيت وفي الزمان وفي الميعاد، لكن معاها تسلل وهيقع فيها شويه الحارس النفسي. النفسي الحقيقه الشوط الثاني افضل بكثير من الشوط الاولاني، اختبر خصوصا بعد ما اصبح فريقه 10 لاعبين ونجح اكثر من مره في الاختبار، وهيضيع وقت. التسلل موجود بالفعل على احمد جعفر، لكنه الحقيقه انقذها كمان. اكثر من لعيب كان متسلل في الزمالك في اللعبه اللي فاتت.
اخر لقاء محلي للزمالك كان مع الانتاج الحربي في 21 يناير وانتهى 0-0. اما الافريقي كان في 8 يناير وانتهى 2-2. هداف الزمالك في الدوري هو شيكابالا اللي ما سجلش النهارده 9 اهداف، وفي الافريقي زهير الزوادي بخمس اهداف والاثنين ما سجلوش النهارده. الزمالك كان ثاني الدوري الموسم الماضي بفارق 10 نقاط على الاهلي، كان عنده 55 نقطه، والافريقي كان ثاني الدوري بفارق 4 نقاط عن الترجي البطل وبرصيد 50 نقطه. الزمالك ليه 5 القاب على حساب سيتنج ستارز النيجيري وافريكا سبور الايفواري وكسوفو الغاني وسيتنج ستارز النيجيري مره ثانيه والرجاء البيضاوي المغربي مره ثانيه. الافريقي مره واحده على حساب فيلا الاوغندي، فاز في اوغندا 6-2 وتعادل، عفوا فاز في تونس 6-2 وتعادل في كمبالا 1-1، وفوز الرويسي كان هو اكبر النجوم في ذلك الوقت. اخر مشاركه للزمالك خرج من دوري المجموعات في نسخه 2008 كان في المركز الرابع خلف الاهلي ودينامو زهراري واسيك موموزا الايفواري. اما الافريقي خرج من الدور الاول الموسم الماضي. مواجهات 5 ما بين الفريقين، الزمالك فاز مرتين والافريقي 3، الزمالك سجل 6 والافريقي 9، بقى 10 النهارده والزمالك بقى 8 النهارده. لما تقف الكره مره ثانيه هقول لكم باقي التاريخ. الامال والطموحات في مدرجات الزمالك ومدرجات الافريقي، والنفس خد له دقيقه دقيقه ونص، خد نفسه وفريقه خد نفسه. وادي الكره قدامنا على الشاشه، لعبت على طول طويله توصل لعمرو الصبطي المكلف تماما برقابه ايديشن، توصل تاني عبد الشافي انشط في الشوط الثاني من الشوط الاولاني، ياخد لموهبي ويكمل، عايز يكمل مشوار كده اتقطعت خلاص انه اتضغط عليه واوت عليه هو الحقيقه. لعبت على طول يلعب حسين ياسر، بصوا الاستلام على الراحه مفيش مشكله، تخبط وترجع تاني وتروح بمساحه تاني ومساحه تالت. حازم امام لو يكمل زي ما بيبدا يفرق جدا، يلعب عرضيه لكن مقطوعه تخبط في السكه، يحاول معاها ايديشن لكن تاني ياخد حازم امام، عايز اللمسه الاخيره هو كمان فتح الله، زيد يا راجل ما تخافش زيد وكمل وروح على حدود المنطقه. عبد الشافي يلعبها تمريره لحسين ياسر، تمريره مش حلوه مقطوعه، والحكم الطيب الجميل يدى على طول ضربه حره مباشره ومعاها انذار للافريقي التونسي. وسام يحيى صاحب هدف الافريقي الوحيد يحصل على انذار، وفي تغيير هقول لكم مين اللي نازل في الافريقي، تغيير دفاعي طبعا، نازل رقم 4 حلمي حمام بدل مهدي مرياح 11، كلها تغييرات دفاعية. خلاص هو الراجل، برافو عليك يا شيكابالا والله أعقلهم يا ابني أعقلهم. مهدي مرياح ده كان لاعب في النجم الساحلي عنده 31 سنة، انضم من موسمين موسم 2009، ينزل مكانه حلمي حمام 5 دقايق أو أقل، شيكابالا والضربة الحرة، والحكم يعني بيقول له لا تعالى قدام شوية، وادي الفاول وادي الانذار وادي اللعبة اللي ممكن تكون لعبة صعود الزمالك. شيكابالا يلعبها عند ابو كونيه رأسية، محدش خالص، يلا يا رجالة خلصوا هنا، خلصت ولا ايه؟ خلصت ولا ايه؟ مش معقولة الحقيقة، مش معقولة، الكرة عالية قدام مهاجم الزمالك ودفاع الافريقي بيهرب منها، توصل مرة ثانية لحازم يحطها جوه المنطقة، حطها ممتازة لكن على طول يطلع حلمي حمام اللي لسه نازل عند، بصوا حضراتكم محدش بينط، محدش بيكمل، يفتح نفسي، تقع، جول يا راجل يا فتح الله، معقولة معقولة يا راجل، الجول فاضي والكرة بتقول لك حطني والراجل ادالك هدية عشان تسجل هدف، واعتراض بالجملة من لاعب الافريقي على الحكم وما كانش فيها حاجة الحقيقة. لكن خلي بال حضراتكم هنا كده الحارس لاعب، محدش لمسه، محدش كلمه، واتلعبت وتبقى ضربة مرمى والقرار صحيح بنسبة مفيش حاجة خالص، خبط في زميله، حتى لو خبط بلاعب الزمالك ما فيهاش فاول، ما فيهاش مشكلة، لكن بغرابة شديدة جدا فتح الله يطيح بيها فوق العارضة في الدقيقة كام؟
في الدقيقة 87 واحنا في عرض جول.